وإذا انتقلنا إلى سيد مراد الهوني، سيد مراد مرحبا بك. مرحبا بك. نعم سيد مراد، يعني بما أن الحل العسكري فشل في بنغازي لمدة سنتين الآن، الناس يعني في حالة تقاتل وكذلك تشويه لبعض الرموز في بنغازي، ويعني المدينة وصلت لحال غريب، يعني فقدان لأبنائها سواء من الطرفين وكل ما يحدث في المدينة من سوء في الأوضاع المعيشية. هل من الممكن أن يكون هناك حل سلمي يجمع الأطراف فعليا والابتعاد عن هذه اللغة وكذلك يعني تغليب لغة العقل والحق؟ لا، هذا مطلب كل أهالي بنغازي. نعم، تتوفر هي فعلا في الجلوس وفي الحوار وفي تقبل الآخر وفي رفع المعاناة عن أهالي مدينة بنغازي، يمكن أن نتوجه في الاتجاه الصحيح. ما ذكره أخونا من مدينة بنغازي من مشاهدات شهد عيان حقائق واضح للجميع، ونحن على تواصل دائم بما يحدث في بنغازي، والأخوة في بنغازي أيضا يعرفون ما يحدث في مدينتهم. هناك حوادث اختطاف وهناك اختطاف وتحت على الهوية وخارج القانون، وهذه كلها مسائل تتعلق وتعكس حالة من هشاشة الأمن العام في مدينة بنغازي وعدم وجود الدولة ووجود واضح لهذه التشكيلات المسلحة أو هذه الميليشيات المسلحة التي تعيش في الأرض فسادا. نحن نطالب وطلبنا أكثر من مرة بحماية المدنيين. هناك عدة قرارات في هذا الشأن، هناك عدة توجيهات حتى من مكتب الأمم المتحدة بليبيا، تحدث السيد علي الزعتري وتحدث السيد مارتن كوبلر عن حماية المدنيين في مدينة بنغازي. للأسف ليست هناك خطوات فعلية على الأرض. نعم، من الواضح يعني أنا لربما طرق مسدودة جميعها، يعني إذا كان اللجوء مثلا إلى المنظمات الدولية لا يفيد، وكذلك القبائل هي منحازة لطرف دون آخر، وذلك نظرا طبعا لفقدان أبنائهم، أكثر من 10,000 رجل راحوا ضحية هذه العملية. يعني هل تعتقد بأنه سوف يكون هناك طريق آخر لوجود مثلا ما نقول نقطة يلتقي عندها الجميع؟ أتمنى ذلك. هو حضرتك تحدثت عن قبائل منحازة، ولكن أنا أرى أن ما يحدث بنغازي ليس مشروع قبلي ولا جهوي ولا هو مشروع إيديولوجي. ما يحدث في مدينة بنغازي هو مشروع سياسي. هذا المشروع السياسي الذي كبد بنغازي الآن ألاف من القتلى وألاف من الضحايا الجرحى والمبتورين وغيرهم، وشرد أكثر من 200,000 من مدينة بنغازي، سواء النازحين داخل بنغازي أو المهجرين قصرا خارج مدينة بنغازي. هذا المشروع السياسي يجب أن ينتهي. ويجب أن تنتهي لغة السلاح ولغة الحرب. يجب أن يتفق أهل مدينة بنغازي على الجلوس من أجل إنقاذ مدينتهم، لأن هذه الحرب لا يمكن لها أن تحسم الصراع في مدينة بنغازي، وهذا برأي كل برأي المجتمع الدولي وبرأي كل الليبيين. نحن اتفقنا على أن الحل السياسي في مدينة بنغازي يجب أن يظل هو الهدف الذي نسعى إليه. حاولنا في أكثر من لقاء دولي، سواء في جنيف سواء في روما سواء في تونس، آخر لقاءين تم عقدهم مع مجموعات من مدينة بنغازي. للأسف الأخوة في مدينة بنغازي في هذه اللقاءات المباشرة معهم هم متفهمين لما يحدث على الأرض في مدينة بنغازي، ويعز عليهم ما يحدث في مدينة بنغازي، ولكنهم برضو مقيدين في إبداء تصريحاتهم وفي التعاون مع الأطراف الأخرى من أجل حلحلة الموضوع بنغازي، لتخوفات أمنية ولقصة الملاحقات والمطاردات وغيرها. الآن مدينة بنغازي حالة الانقسام السياسي حتى في معسكر الكرامة الآن، حالة الانقسام السياسي شديد جدا جدا، وصلت إلى مرحلة العداء ووصلت مرحلة التهديد بالقتل والقتل. وما محاولة اغتيال مهدي البرغثي وسنسة في حكومة الوفاق ليست ببعيدة. إذن من يدفع ثمن هذا الانقسام وهذا الاقتتال الداخلي حتى
في معسكر كرامة هو المواطنين، الناس العاديين العزل الأبرياء الذين يذهبون ضحايا لهذه المعارك. لربما كان هناك اقتتال ما بين قبائل في السابق، وأنت سيد مراد الهوني لك كتابات في ذلك عن تاريخ بنغازي تحديدا يعني، وعادت فيه القبائل من جديد وتم التصالح، لربما هناك أيضا ميثاق كان في عام 67، يعني هل من الممكن أن يكون هناك ميثاق فعلي يرجع المهجرين ويرجع الأمور إلى نصابها ويأخذ كل ذي حق حقه يعني في المدينة؟ نتمنى ذلك. هو لازم للأذهان ما حدث في مدينة درنة في سنة 1946 عندما دعت جمعية درنة أهالي درنة من أعيانها ووجوهها وشيوخ قبائل الموجودين في المنطقة الشرقية الاجتماع في مدينة درنة، وتم الاتفاق على ميثاق الحرب. نتمنى أن يحدث ذلك في بنغازي، مع أنني ما زلت أؤكد أن ما يحدث في بنغازي هو ليس مشروع قبلي ولا هو مشروع طائفي ولا هو مشروع ايديولوجي. ما يحدث في بنغازي هو محاولة مشروع سياسي انقلابي على الشرعية. ندفع ثمنه للآن وسنظل ندفع ثمنه ما لم تتخذ إجراءات حيالية. وأنا هنا عفوا أنا هنا أطالب حكومة الوفاق ومجلس الرئاسي بتطبيق الاتفاق السياسي الذي ينص على إيقاف حالة الحرب في بنغازي. هذا هو الهدف الذي يجب أن نسعى إليه جميعا. نعم، شكرا جزيلا لك الإعلامي مراد الهوني.